بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى والأرض مددناها. واضح أن الآية الكريمة جوها جو امتنان من الله على العباد بالنعم، يعني يريد أن يذكرهم بما أنعم عليهم. وقطعا الباري عز وجل لما يريد يذكرهم بما أنعم عليهم ما يريد من عليهم في الحقيقة، إنما يريد أن يلفت انتباههم إلى ضرورة الشكر، يعني يعودهم على شكر المنعم، شكر النعمة. زين، أول شيء بدأ قال والأرض مددناها. طبيعي الباري عز وجل جعل الأرض أمنا الرؤوم، يعني الأم الحنون هي الأرض التربة. احنا طبعا من عدها نخلق ومنها نأكل وعلى ظهرها نعيش، وبعد ذلك نرجع اليها مرة اخرى ثم نبعث منها مرة اخرى. الواقع هي امنا الاساسية، هي وسيلة الانتاج، هي المصدر لوجودنا، لان الله يخلقنا من ترابها، ولذلك اصبح التراب عزيز جدا. التراب اللي يتكون منه الانسان جزء من كيانه الجسمي وجزء من كيانه الروحي، لهذا اصبح الوطن حب من الايمان. في الواقع اصبح الدفاع عن الاوطان امر مقدس، الدفاع عن الاوطان امر يدعو اليه الدين ويدعو اليه العقل وتدعو اليه الفطرة والغريزة، واصبح حب التربة وحب الارض امر لا ينفك عن الانسان بحال من الاحوال. على العموم القرآن الكريم لما يذكرنا يقول الارض مددناها، يريد يشعرنا بانه جعلها صالحة للانتفاع. انا اكو نقطة شوية ارغب الفت النظر الها. القرآن الكريم عطاء مو مخصوص الى زمن، يعني مو معلومات القرآن اجت الى الجماعة اللي كانوا في ايام النبي مثلا وبس، او مثلا عطاء القرآن معلومات القرآن اجت افرض الى الجيل الثاني او الجيل الثالث وبس. لا، عطاء القرآن متصل مستمر للدنيا الى ان تقوم الساعة، باعتبار ان الدين الاسلامي هو خاتمة الاديان والقرآن هو دستور الدين الاسلامي. إذن القرآن في معلوماته معلومات للدنيا على امتدادها. فإذا إجا واحد وصار بناء يطين معنى للقرآن يقول أن هذا المعنى هو ماكو غيره خالد، نقول له لا مو قبول. ليش؟ لأن أنت فاهم من القرآن شيء وغيرك قد يفهم من القرآن شيء آخر. نبه لي زين، يعني احنا مو واحد لما يجي يقول الان الاية هل معنى الها بس وهذا هو ما الها معنى اخر، الا اذا جاب لنا رواية عن معصوم عن النبي مثلا، وحد الرواية عن النبي شيء اخر. لكن واحد مفسر يجي يقول ان معنى الاية هذا هو مو غيره، نقول له لا اسمح لنا مع احترامنا لك، القرآن الكريم الى معاني كثيرة وكل واحد من حقه ان يفهم للقرآن اذا كان عنده مؤهلات الفهم، فانت لا تجي تسد الباب على غيرك. ليش اقول الشيء؟ مو اكو بعض المفسرين يقول هاي الآية افادت ان الارض مسطحة ممتدة مو كروية، هذا
مو مقبول الرأي أبدا، مو مقبول. هو هذا افتهم من كلمة مددناها، مثل ما تقول أنت مثلا مددت المدة أو الفراش، الفراش مسطح كذلك الأرض مسطحة. لا، القرآن الكريم لما قال الأرض مددناها يعني جعلناها ذات أبعاد، يعني بها طول وبها عرض وبها عمق، وإلا مو معناه مسطحة. لا، مجي هي مع أنها كروية بس الإنسان يشوفها كأنها مستقيمة كأنها مسطحة، لكن هي كروية، بدليل أن القرآن الكريم يقول رب المشارق والمغارب. زين، مشارق جمع مشرق والمغارب جمع مغرب، وإنما يعبر المشارق والمغارب على اعتبار أنه كل جزء من الأرض إلى مشرق وإلى مغرب. الكرة الأرضية فد مكان الآن بي ليل، مكان بي نهار، مكان بي بين الليل والنهار، لأنها طبعا تدور حول نفسها، مفروغ من كرويتها، شيء منتهي من عنده. فلما يقول مددناها مو معناه الأرض ممتدة يعني مسطحة مستطيلة مثلا أو مربعة، لا، في الواقع كروية وكرويتها واضحة. فأن واحد مثلا مو شغلة قضايا من يقبل رأيه، نبه لي زين، يعني بعد خل أوضح لك أكثر. أنا أحترم الإنسان إذا ما طلع عن اختصاصه. شلون يعني أحترمه إذا ما طلع عن اختصاصه؟ يعني مثلا واحد اختصاصه فقه وأصول، ما يخالف، أنا أقبل رأيه في حدود الفقه والأصول. إذا صار بنا يطلع عن الفقه والأصول ويتدخل أقول له لا، يو تحكي عن علم نقبل قولك، يو تحكي عن عدم علم لا ما نقبل قولك. يعني هو لما واحد يشتغل باختصاصه يريح الناس بعد، يعني يحكي بالشيء اللي يعرفه، اللي ما يعرفه ها ما اكو داعي يتكلم بي. مثلا واحد يجي الى تفسير الآية، خل اضرب لك مثلا، يجي الى تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. طيب، نقر في الارحام ما نشاء، يعني الجنين نأخر في رحم الأم حسب إشاءتنا، لكن حسب إشاءة الله عز وجل شقد؟ يعني حسب إشاءة الله ما بين خطين، يعني ما بين البداية والنهاية، يعني أول خط يمكن أن يظل بالرحم يومين ويوقع سقط، يمكن أن يظل بالرحم شهرين ويوقع، يمكن أن يظل بالرحم أقصى مدة ممكنة 11 شهر، بدء الشهر 12. هاي عند الإمامية. احنا مثلا عندنا الآن عند مفسرين وفقهائنا، إذا واحد تزوج امرأة وفرض اليوم متوفى، وهاي جابت ولد من بعد 11 شهر، ممكن اكو احتمال بأن هذا ابنه ونعتبره ابنه ونعطيه الميراث. ليش؟ لأنه ضمن المدة القانونية، ضمن المدة العلمية، أن الجنين يمكن يتأخر ببطن أمه 11 شهر في بعض حالات شاذة، وأقل ما يمكن أن ينولد وهو حي 6 أشهر، لأن المدتين اللي نعتبر الرسميات قانونيات، بحيث أن المرأة إذا ولدت ولد كامل لأقل من 6 أشهر ما نقبله، ما نعتبره ابنه. نبالي، يعني امرأة تزوجت اليوم بعد 5 أشهر جابت ولد كامل، ما نقدر نعتبر هذا الولد ابن هذا الزوج الأخير، لا، نضع عليه علامة استفهام شك، لأنه أقل تقدير الحد الأدنى المدة القانونية 6 أشهر. المدة القانونية اللي يتأخر بها الجنين ببطن أمه 11 شهر أو 12 على أكثر الروايات اللي تقول سنة، على منتهى الشذوذ، يعني رواية جدا شاذة ما يقبلوها الفقهاء، بس يقولون بدء الشهر 12. زين، إلى هنا إذا أجى الفقيه وقال نقر في الأرحام ما نشاء، أكثر ما يتأخر الجنين ببطن أمه المدة العلمية، أقول له ما يخالف، هذا صحيح ومقبول هذا القول. لكن يجي واحد يقول لي ان الولد يمكن يظل ببطن امه 12 سنة، واحد يقول 14 سنة، مشكل، واحد يقول 20 سنة، شايف؟ ده غريب. يعني اذا تحب اللي عنده مثلا المغني لابن قدامة خلي يجي الى تفسير هالايات، خلي يجي يشوف الى بقاء الجنين ويشوف اراء الاخرى، وحقك لو عندنا راي من هالاراء شاش السماوات انقلبت علينا، شهد الله وكفى، لانه هاي اراء غريبة، يعني غريبة في بابها، في منتهى الغرابة، أبدا يمرون بها كأنه ماكو شيء، يعني شيء طبيعي، هذه ما تلفت النظر. قل له تعال هنا يا أخي، أنت مو شغلتك،
انت شغلك فقه واصول، هذا هيك شيء مو شغلك، اسأل بيه طبيب. انت عليك تبين الحكم الشرعي بس. اما مدة بقاء الجنين ببطن امه، صلاحية الجنين للبقاء ببطن الام اش كثر، الادوار ادوار الاجنة علميا اش كثر، هذه اطيها للطب، شغل الطب ها، اطرحها على الطبيب والطبيب يعطيك بيها الرأي، وانت بين الحكم، طبق الحكم على الرأي، لان ما نقبل رأيك اذا مو اختصاصك الطب. نبه لي زين. اذا في واقع الامر الرأي اذا مو من اهل الاختصاص ما يقبل بالمرة. من بعد هالمقدمة اللي وضحت لك اياها شوية ارجع الى صلب الموضوع. لما القرآن الكريم يقول والارض مددناها، طبعا انا مو شغل جيولوجيا ولا شغل فلك، لما شغلي فقه وتفسير اسأل علماء الجيولوجيا واسأل علماء الفلك، اقولهم تعالوا هاي الارض عندما بدأ تكوينها كيف تكونت وبعدين كيف انتهت شكلها النهائي شنو، يعطيني رأيه انا اسجل رأيه. ولذلك انا اتخطر من قبل 30 سنة، يعني من افتحت عيني على القرآن الكريم بدأ يتبلور عندي رأي أن القرآن تفسيراته بالشكل الموجودة، قد يكون تفسيرات جزا الله علماءنا خير الجزاء، تعبوا هواية علماء المسلمين فسروا للقرآن وتفاسير محترمة، لكن ما تقدر تسميها تفسيرات علمية كافية. ليش؟ لأنه التفسير العلمي أن الآية نجزئ معلوماتها ونطي كل جزء من المعلومات الى ذوي الاختصاص، شايف؟ يعني الآية اذا بيها خمس علوم ست علوم كل جزء من العلم نطي للمختص، اذا بيها موضوع طبي نقول للطبيب تعال اشرح لنا هذا، اذا بيها موضوع فيزيائي نقول للعالم الفيزياء اشرح لنا هذا، اذا بيها موضوع كيميائي نقول للكيميائي تعال اشرح لنا هذا، اذا بيها عالم فلك نقول له تعال يا عالم الفلك اذكرنا شنو معنى كل يجري الى اجل مسمى، يعني هل يمكن الكواكب هذه الها بداية والها نهاية تعمر وتعيش مثل الانسان، اعطينا الرأي كل واحد، يعني كل موضوع نطيل له الاختصاص، نجزئ القرآن شلون دوائر المعارف، الان دوائر المعارف العلمية كل علم ياخذ واحد مختص، تفسير القرآن لازم يكون هالشكل. انا هذا الرأي منذ زمان ادعو الى، واتخطر قبل 3 سنين في المؤتمر العلمي بأبوظبي ناولت لها الموضوع بالذات، يعني في واقع الامر هذا كان موضوع يجب يعني ان يتجه المسلمون اليه، ان يكون تفسير القرآن ما يؤخذ الا من ذوي التخصص حتى نخلص من الخبط من الخلق والخبط الموجود في واقع الامر. زين هذا لما يقول ان الارض سطحية قل له اخي مو شغلك انت، انت لا تقول الارض سطحية، قول ان القرآن يقول والارض مددناها، اما شنو معناها تعال انت الفلكي بين لي المعنى وانت ذاك الوقت طبق المعنى على قول الفلكي، والا انت مو شغلك موضوع الارض لا تجي تقول ان الارض مسطحة، لا والحال هي كروية ثابت انها كروية. زين الى المعنى مددناها شنو، يعني جعلناها ذات ابعاد، يعني بيها طول بيها عمق بيها عرض، ينتفع بيها المزارع وينتفع بيها العامل وينتفع بها ابو المنجم، يعني بها الانتفاعات. والارض مددناها والقينا فيها رواشي، شنو معنى القينا فيها رواشي؟ القرآن الكريم يريد يقول لو احنا جاعلين الارض كلها على مستوى واحد ما صار تنوع بالارض، الارض الان بها تنوع، شنو هو التنوع؟ مثلا بها مكان حار ومكان بارد، جبل يرتفع عن سطح البحر مثلا 3000 متر طبعا هذا يكون بارد، وادي ينخفض عن مستوى البحر يكون حار، الجبل يصير به نوع من النبات والوادي يصير به نوع من النبات، الجبل يصير به انواع من الحياة والوادي يصير بها انواع من الحياة. اذا الله عز وجل عندما نوع الارض جعل منها قسم جبال وجعل منها قسم وديان، شنو الهدف؟ الهدف واضح، ان الله تبارك وتعالى في هذا التنويع اراد ان يعطينا نعم منوعة، يعطينا مناخ منوع، نبات متنوع،
بشر متنوع، مناظر متنوعة، هذه كلها من تقسيم الأرض. خلى الأرض مثلا قسم هضبات، قسم أراضي متموجة، قسم أراضي رسوبية، قسم أراضي جبلية صلبة، قسم أراضي رخوة بها منابع، أنواع نوعها الباري حتى ينوع لنا النبات، ينوع لنا النعم، ينوع لنا المناظر، ينوع لنا البشر. يريد أن يذكرنا بأن الله عز وجل أعطانا أنواع النعم على اختلافها. ألقينا فيها رواشي، الجبال هذه جعلناها رواشي. أكو رأي هو عظيم، بس هذا الرأي في واقع الأمر ما متنبه له يعني بعض المفسرين. شفت رأي لبعض المفسرين يقول الله عز وجل إنما وضع الجبال لتعديل حركات الأرض. كيف لتعديل حركات الأرض؟ يعني أنت تلاحظ السفينة الآن اللي تمشي بالنهر، طبعا إلها سكان اللي نسميه سكان، هذا اللي يعدل مسيرتها يوديها يمين وشمال. ليش؟ لأنه يعارض تيار الماء فيدفعها يعدل حركاتها. هاي الجبال تعارض تيارات الهواء، التربة الأرض عندما تفتر بالهواء تيارات الهواء تعارضها الجبال، تعدل حركات الأرض، لتعديل حركات الأرض، لإعطائها لون من الموازنة. نبه لي القرآن الكريم يشيرنا إلى نعمة من النعم. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواشي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هنا هذا المقطع بثلاث آراء، يعني معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني من كل شيء يكال ويوزن. كيف؟ يعني مسألة الأطعمة، أفرض الأطعمة إحنا اللي ناخذها بوزن، شيء الموزون يعني اللي يعرض للوزن. بعض النباتات اللي ناخذها بوزن وبعضها ناخذها بالكيل. يقول القرآن الكريم يريد يأشر إلى أن نعم الأرض إلها مقادير، ومن جملة مقاديرها الميزان، الشيء نأخذ بمقدار وهو الميزان. هذا رأي سطحي، رأي يعني ما يلفت النظر، هو القرآن الكريم ما أظن يعني جاي لبيان هذا المعنى البسيط العادي، يعني الرأي ما هالقد مقبول. زين خلي على حدة. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني من كل شيء لذيذ الطعم. انت شايف احنا في تعبيراتنا لما واحد يتكلم نقول هذا كلامه موزون. شنو معنى موزون؟ يعني ما يشد، ما يغلط، يعني كلامه مقبول، كلامه بذوق بطعمه. لما يتكلم نقول هذا كلامه موزون، ما يغلط يعني ما يشد. القرآن الكريم يقول احنا انبتنا لكم النبات وخلينا الطعم الموجود بالنبات طعم موزون، ما بيها طعم ما تقبل الروح الذوق. يعني ان الطعوم الموجودة بالنعم بالنباتات طعوم مقبولة، يعني الحلو بيها مو شديد الحلاوة، والحامض مو شديد الحموضة مثلا، والمعتدل ما بي افراط ولا بي تفريط، دائما طعمها موزون. كل شيء الباري عز وجل طعم موزون إلا الماء. الماء الباري انطى طعم هو طعم الحياة. ولذلك أتخطر سؤال، واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله اخبرني ما طعم الماء؟ قال له الإمام طعم الماء طعم الحياة. فالجواب رائع، يعني فعلا انت ايش تقدر تقول الآن الماء شنو طعمه؟ تسمي حامض حلو، تسمي مالح، تسمي اي شيء، ما الى اصلا ما تقدر تعطي نعت من النعوت. الامام قال له طعم الماء هو طعم الحياة، يعني اللي ما يشرب الماء ما يعرف معنى، ما يذوق الحياة. الواقع طعم الماء هو طعم الحياة في واقع الامر. فكل شيء الباري عز وجل انطى طعم موزون، يعني مقبول بالذوق، لا مفرط بالحموضة ولا مفرط بالحلاوة، ولا هو مثلا الى لون من الطعوم الشاذة، لا طعمه دائما موزون.
الباري عز وجل كل نوع من أنواع النباتات ميزه بطعم خاص. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي يعتبر الرأي العلمي أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني من كل شيء خاضع إلى وزن بالمعادلة. هذا شنو؟ هذا سأوضح لك. الآن هذه التربة اللي نحط بيها النبتة، التربة بيها 100 عنصر وعنصرين، يعني بيها من الأملاح 100 نوع ونوعين. زين، هذه العناصر الأملاح الموجودة لما نغرس النبتة نخليها بالتراب، الماء يجيب هالأملاح كلها، أنواع هالأملاح يسوقها، يجيبها لوين؟ ذايبة، يجيبها إلى جذور الشجرة. الشجرة ظلت هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية. شلون هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية؟ يعني مثلا شجرة البرتقال مثلا تأخذ 4% جير، 2% مثلا فوسفور، 3% مثلا كربون، مثلا 4-5 عناصر تركبها في تركيبة كيميائية تمتص من عندها تصير برتقالة، يصير النبات برتقالة. لو فرضنا هالتركيبة الكيميائية تغلط، يعني بدل ما تاخذ منها الأملاح 4% تاخذ 6%، يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير برتقال، يصير شكل آخر. شايف؟ مثلا افرض الآن الباذنجان، أي نبتة الباذنجان مثلا تأخذ نسب من الأملاح معينة معادلة كيميائية، ما تغلط، إذا غلطت يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير باذنجان، يصير بشكل آخر. كذلك كل نوع من أنواع النبات إلى معادلة كيميائية، يأخذ منها الأملاح، من هاي بها النسبة، من هاي بها النسبة، من هاي بها النسبة، ويخلطها تطلع النبتة. زين؟ والنبات إنما يحافظ على فصيلته إذا حافظ على نسبة المعادلة الكيميائية فيما يأخذه من التراب. زين، هنا نسأل، نقول أكو عندنا مثلا الآن أكو عندنا اختصاصيين جماعة يدرسون بكلية الصيدلة، هذا يدرس بكلية الصيدلة ويتخرج بعد دراسة طويلة يجي يفتح له مثلا صيدلية، هاي الصيدلية عندما يفتحها يجرب بيها فد 20 سنة مثلا، ومع ذلك يجي لي واحد يعطي وصفة يقول له والله سوي لي هالدواء، إلى دواء يركبه، يحاول أن يركب الدواء يغلط، غالبا يغلط، يغلط ببعض النسب، زائد ناقص قليل كثير يغلط به، مع تجربة ودراسة عريضة طويلة. زين، نجي للشجرة نسأل، نقول هاي الشجرة أكو عندها عقل؟ لما تأخذ من الأملاح بها النسبة 4 منها 2 منها 6 منها 10 منها، ليش ما تغلط هاي الشجرة؟ وإذا غلطت يتغير نوع النبات كله، وجه الأرض كله يتغير. زين، شنو اللي خلى هذه الشجرة تعقل المعادلة الكيميائية وما تغلط؟ منين جاء هذا العلم لها؟ إذا عرفت هذا ترجع إلى معنى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن هذا النبات اللي موجود ها كل خاضع لمعادلات دقيقة من ورائه مهندس قدير، ولذلك القرآن الكريم يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء خاضع لوزن دقيق، كل نبات إلى وزن معين، إلى حجم معين، إلى معادلة تركيبية معينة. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وجعلنا لكم فيها معائش. طبيعي هنا واضح أن الجعل المراد به الجعل التكويني. شنو معنى الجعل التكويني؟ جعلنا لكم فيها معائش، يعني خلينا رزقكم بالأرض بهالتراب، الذب البذرة، البذرة تكبر تنمو تصير 700 حبة، 1000 حبة، منين تأخذها؟ من التراب، معاشكم منها، من الأرض، تطلع بها الفرخ الصغير، الكتكوت هذا الصغير يأكل من النبات ويربى، يربى من الأرض، معاشكم من هنا، اللحم يتربى على الأرض، النبات يتربى على الأرض، المعادن تطلعوها من الأرض، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض.
يعني الله عز وجل جعل معايشنا وين؟ هنا بالتراب. هذا الجعل التكويني. ها الجعل التشريعي شنو؟ تقدير الحصة. الله عز وجل يقدر لنا الحصة وين؟ باللوح المحفوظ فوق عنده. هذا اللي يقول وفي السماء رزقكم، نبه لي، يعني المقصود كتابة الرزق باللوح المحفوظ، الحصة، وإلا الجعل التكويني بالأرض، موجود بالأرض. الله عز وجل قال أن هذه الأرض تتقسم بها الشكيل، الأرض لله ولمن عمرها. فلاح عند قابلية يزرع، يجي يلقى له قطعة أرض صالحة للزراعة ويمها ماي، يأخذها يزرعها، ننطيه إياه، هذا أحياها نخليه يأخذها. زين شقد يأخذ منها، شقد عليه الحق العام، هذا كله مقسم بالجعل التشريعي فوق، مكتوب عند الله عز وجل. لكن الجعل التكويني وين؟ بالأرض. وجعلنا لكم فيها معايش. زين هذا المقطع من الآية وجعلنا لكم فيها معايش، شو نستفيد منه؟ أول ما نستفيد من عنده أنه ماكو واحد ما إلى عيشة بالأرض، مستحيل الله عز وجل يخلق له إنسان وهذا الإنسان ما عنده طعام بالدنيا، لكنه إنما تشوفه ما يحصل طعام يو هو دبنك ما يريد يشتغل. فد إنسان كل ذاب روحه على الناس، ما يعرض نفسه للكسب، يريد يجي لي أكل هو قاعد ببيته كسلان، هذا ما يصير. هذا الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. مثل اتش واحد يقول له اشتغل، ارتزق، اطلع للعمل حتى تنتفع. هذا من جانب. من الجانب الاخر واحد مهيئ للعمل لكن ما يحصل، هذا وين رزقه؟ رزقه قد سطى عليه غيره، تمدد عليه غيره، سرق واحد اخر من الناس. من هالناحية الله عز وجل واضح لعيشته بالارض، لكن اجى غيره تمدد على هالمعيشة خلاه جوعان. لتوضيح الفكرة اذكر لك واحد يقول مريت شفت واحد يصيح وابطناه، قلت له شبيك؟ قال لي والله اكلت وشبعت كثيرا وبطني فيه تنمزق من كثر ما اكلت من الطعام. زين مشيت شوية شفت لي واحد يصيح وابطناه، تشبيك؟ قال لي الجوع قتلني، ادور لي على رغيف ما جاي القى. قلت سبحان الله، لو دفع هذا فضل طعامه الى هذا لصلحت بطن هذا وبطن هذا، بس هذا تمدد على حساب هذا فصار واحد مدخوم واخر محروم. فالمسألة الله عز وجل عندما يقول وجعلنا لكم فيها معائش، لا شك ان الله عز وجل وضع ارزاق الخلائق في هذه الارض، لكن الناس يسطو بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا ويشرق بعضهم بعضا. اي من ناحية. من ناحية ثانية نستفيد من هذه الآية، من هذا المقطع، من قوله تبارك وتعالى وجعلنا لكم فيها معايش، أن الإنسان كل ما يأخذ من هذه الدنيا يأخذ معاشه. مو بعض الناس متهالك على الدنيا إلى درجة ناسي وجوده، تلقاه واصل إلى درجة لا يلتزم بقيم، لا بإيمان بالله عز وجل، لا يقف عند حد معين، بس يلهط ليل نهار مو عارف، كأنه يريد يأخذها للدنيا كلها. القرآن يقول لا، على كيفك، على مهلك، ترى انت ما راح تأخذ من الدنيا إلا معاشك مو أكثر. يعني انت شو تريد تأخذ منها؟ كل ما تأخذ منها فت خمس أشبار تنام بيها وقت الموت، تأخذ لك منها قطعة أرض تسكن بها تسميها دار، تعيش لك منها أيام قلائل ثم تسلمها لغيرك شئت أم أبيت. كم تركوا من جنات وعيون خلوها الى غيرهما وراحوا وانتهى كل شيء. يعني المفروض انت يجب ان تعرف الحقيقة هذه، تعرف ان ما الك بهالدنيا الا تناديه الملائكة باربع اصوات. في واحد من الملائكة يقول له لقد طفت جميع بحار العالم فما وجدت لك شربة ماء تشربها. تقول له انا مريت بالبحار كلها بعد ما الك نصيب بعد بالدنيا، شربة ماي ما الك نصيب فيها بعد، غير حقك من الماي خلص، المقرر الك المكتوب الك تشربه من الماي خلص. الاخر يقول له لقد طفت باطعمة العالم باجمعها فما وجدت لك لقمة تأكلها.
بعد حقك من الطعام خلص، حصتك من الطعام خلصت. الثالث يقول له لقد جلت الأزمنة فما وجدت لك آنا تعيشه. أنا مريت بالزمن، ما بعد ما إلك بالزمن حصة يمكن أن تعيش بها، حقك من الزمن خلص. الرابع يقول له لقد جبت الهواء فما وجدت لك نفسا تتنفسه. بعد حق ما إلك تشحفنا من الهواء تتنفسها، بعد ما إلك حق خلص. فإذا جاء أجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مو الشكل الواقع. هل هالناحية يعني إنسان يكون يعرفها، يكون يعرف إلى حصة بالحياة، إلى مهما يكون بداية ونهاية هو يخضع لها الحد هذا بين البداية والنهاية. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بعد انتهى كل شيء. القرآن الكريم يقول جعلنا لكم فيها معايش. انت لا تجي تهلك نفسك. واحد هذا اسمه عبد الله بن الاهتم طبلة على واحد ينازع، او العفو الحسن البصري دخل الى عبد على عبد الله بن الاهتم وهو ينازع. الحسن البصري وجد عبد الله بن الاهتم في اثناء النزع يطيل النظر الى زاوية، فاثناء ما هو ينازع يعاين الى زاوية من زوايا البيت. التفت للحسن قال له ما لي اراك تطيل النظر الى هذه الزاوية، شو انت مو مرتاح تعاين لها الزاوية؟ قال له والله اطيل النظر الى 100,000 درهم جمعتها من حلال ومن حرام ومن حر وبار، لم ادفع منها لله حقا، ولم اوسع منها على عيال، ولم اوسع منها على نفسي. قال له اذا لماذا جمعتها اذا مثل ما تعترف انت لا وسعت على عيالك ولا طيرت المجتمع ولا رحمت روحك، اذا لماذا جمعتها؟ قال جمعتها اولا لروعة الزمان ولخوف السلطان ولمكاثرة الاخوان. شنو ذني روعة الزمان؟ يعني يقول له خاف الزمن يتغير ويجي لي الفقر، فاذا اجى لي الفقر هو عند هذا الذكر يطلعه. تم لاحظ شلون يعني شلون وهم خيال عجيب، يعني هو فعلا فقر، هو فعلا فقر ما مستفيد بها، حاطه جامعه خاف يجي لي الفقر، شايف؟ هو فعلا فقير الان ما متبعيه بشيء، يخشى اذا يجي لي الفقر حتى ينتفع بها. هي هاي الخدعه، هذا المعنى اللي اللمحه الجميله اللي يسجلها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول وعجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي له طلب. هو هارب من الفقر لكن يستعجل الفقر، هو بالفعل بالفقر ما منتفع من هالاموال كلها، بخيل وخايف انه هالاموال اذا تغير الزمان حتى يمد ايده الى هالاموال. اي وحدة؟ قال له انا جمعتها خاف الزمان يتغير. قال له طيب اي وحدة عرفناها؟ قال له الثانية جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان. انا اعرف لما اروح وعندي شغل عند الموظفين اذا ما العب ايدي شغل ما يمشي، لازم العب ايدي، ها؟ فلازم عندي فلوس. هاي قبل يعني طبعا مش ما في شيء ان شاء الله. فهذا الشيء الثاني. الشيء الثالث قال له جمعتها لمكاثرة الاخوان. مكاثرة الاخوان شنو يعني؟ قال له انا اذا الناس تعرف عني اني فقير، اذا انا فقر ما حد يعطيني، ما حد يقول لي سلام عليكم ابدا، مع العلم انا ما اوزع فقري على الناس، ما بسوي شيء. لا الغني يوزع امواله على الناس ولا الفقير يوزع فقره على الناس، لكن الناس تكرم الغني وتحتقر الفقير. فانا هالمبلغ ما طول عندي اكون موضع احترام عند الناس، فاحب ان الناس يفهمون عندي اموال حتى يحترموني، لانه مكاثر الاخوان اذا ما عندي اموال ما حد يدنو الي، ما حد يسلم علي. ايه هو بالفعل كمل هالكلمات مات. لما مات التفت الحسن البصري الى وارثه قال ايها الوارث لا تخدع كما خدع صويحبك بالامس، لقد جاءك هذا المال حلالا فلا يكن عليك كلا وبالا. لا تخدع مثل ما انخدع هذا صاحبك، اعرف وين توزعه وين تعطيه حقه، كيف تستصل منه رحمك، وكيف تعطي منه حق الله، وكيف ترفه منه على نفسك.
فالقرآن الكريم يقول جعلنا لكم فيها معاش. انت كل ما إلك بهالحياة معيشتك مو اكثر، ما راح تأخذ منها اكثر اطلاقا. جميع ما يمكن من الاموال هو راح يخرج من بين اناملك شئت ام ابيت، سينتهي بك الامر الى ان تتركه لغيرك وتخرج من هذه الحياة عارية. يقول في رثائه الفلسفي ابن الرومي في احدى روائعه، ابن الرومي يقول وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب بالحي. هذا الطفل من ينولد طبعا ينولد ايديه مصمومة، هذا بطبيعة الحال ظاهرة طبيعية، يعني هذا بعده كان رابي في بطن امه ومكدس يعني ملموم حتى يكون حجمه اصغر حجم ممكن. بنفس الوقت من يطلع برا يعرض الى هواء، يتعرض الى الاجسام احنا ندري بها بالبرودة تتقلص وبالحرارة تتمدد، ظاهرة طبيعية. ينولد ايديه مصمومة، هو يستغل هذه الظاهرة يفلسفها. يقول وفي قبض كف الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركب بالحي، يقول ان هذا من يولد صامدية دليل على انه راح يكون حريص بالحياة، صامدية على ما عنده. وفي بسطها عند الممات، وهذا من الموت يطلع مفتوحة ايده، وفي بسطها عند الممات دلالة بان انظروني قد خرجت بلا شيء. مشكلة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وجعلنا لكم فيها معايش بعد ومن لستم له برازقين. هذه شنو ومن لستم له برازقين؟ هاي بها رأيين. الرأي الأول أنه جعلنا لكم ما لا ترزقونه من البهائم. البهائم طبعا احنا سعادتنا تتوقف وين؟ سعادتنا تتوقف على البهائم، على الحيوانات. نحتاج الحيوانات لوسائط النقل، نحتاجها للذبح نأكل لحومها، نحتاجها لأخذ منتجاتها جلودها وألبانها. الباري عز وجل يقول احنا أتممنا النعمة عليكم، جعلنا لكم هذه البهائم تستخدموها بالأرض وانتم ما مسؤولين عن رزقها، الله يرزقها انتم ما ترزقوها، كل ما في الأمر انتم شوية ارتقوا بها. جعلنا لكم فيها معايش زين، ومن لستم له برازقين يعني الحيوان اللي سعادتكم متوقف عليه ومع ذلك انتم ما ترزقوا يرزقه الله. هذا رأي. والرأي الثاني لا، المقصود بها العيال، ان الانسان لا تكتمل سعادته الا بالاسرة. الانسان بدون اسرة ما يمكن يعيش سعيد، لا المرأة تعيش سعيدة بدون اسرة ولا الرجل يعيش سعيد بدون اسرة. الرجل يحتاج الاسرة والمرأة تحتاج الاسرة. سعادة الانسان تكتمل بان يكون عضو ضمن مجموعة، عضو ضمن اسرة، عضو من اعضاء الاسرة. هذه الاسرة هو ما مسؤول عنها، الله يرزقها. كأن القرآن الكريم يريد ينبهنا الى نقطة، اكو عندنا بعض الاباء باعتباره هو رئيس اسرة، هذا لما يرجع ويجي الى اهله خصوص الى شوية متألم برا، ايش عنده ضيم يصب بروس عائلته؟ قال ما ابتليت بيكم ابارد من اجلكم، اتعب اكد واجيب لكم وانتو كذا. يسيء خلقه مع عياله ويقوم يعدد عليهم نعمه وافضاله، هذا هيك شلون خلق يعني جدا بعيد عن الانسانيه. هو اذا الله عز وجل ما يوسع عليه ما يقدر يعيش نفسه، رغيف الروح ما يقدر يجيب. بس هذا يجي يمن عليهم، الله عز وجل يقول له انت هذا ما ترزق، انت مو شغلك، انت سبب. الذي يرزق هو الله عز وجل. هذول العيال لازم تحسن خلقك معهم. خيركم، يقولهم النبي صلى الله عليه واله، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم، لان النبي كان خير الناس مع اهله، في اخلاقه وفي انبساطه مع اهله وعياله، وان كان اهله وعياله يراعون الادب، يعني عندما كان النبي وياهم صاحب اخلاق ما يتعدون حدود الادب في الاخلاق. ولذلك اكو كثير من الروايات ما نقبلها احنا ابدا، اكو روايات
ما نقبلها نهائيا. وحده من نساء النبي تقول انا اناب مصلى النبي، من يريد النبي يصلي انا اجيب المحراب انا امد رجليه، من يريد يسجد واخرج رجليه عنا يسجد وبعدين ارد امد رجليه. هذا فرد لون من الروايات ما يقبلها ما ادري منه، مو قحط حتى لو روي 60 بخاري ما يقبلها، مو حكي فارغ هذا. ما يمكن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هاللون من الاداب والتربيه في بيته، فهاللون من الخلق. النبي كان ذا خلق كبير مع اهله، ولكن آل النبي وعائلة عوائل النبي ونساء النبي في غاية الآداب، حفظا آداب مع النبي وأخلاق مع النبي وسيرة وتربية، تربية بيت النبي. المفروض أن النبي مقتدى، والمقتدى لازم يربي يطلع القدوة الحسنة. فالعائلة ما تكتمل سعادة الإنسان بدون عائلته. أما إذا أساء أخلاقه مع العائلة واجا قام يعدد لهم انا تعبان ومطارد من اجلكم ومحصل ضيم وما ادري منو، هذا سوء خلق مع العيال. وقد ورد ان اكثر عذاب البرزخ من سوء الخلق مع العيال، هاي الفترة من يموت الانسان مباشرة بينه وبين الاخرة، عذاب البرزخ النفس عند الروح عندما تتعذب، تتعذب من سوء الخلق مع العيال. قد واحد يسيء اخلاقه مع عياله دائما يطوب، وكل ألم يطب، وكل عبوس يطب، وكل خلق شرس، وكل يصب بروس الأطفال مثلا وبروس الزوج برأس الزوجة، لا، على خلاف الآداب الإسلامية إطلاقا. الإنسان عند ألم عند جراح ينطوي على جراحة وينقطع إلى الله عز وجل، فذولا شنو ذنبهم يشركهم بالألم؟ فذولا بالعكس لازم يعكس لهم بأنهم بعيدين، يعني يعكس لهم بأنهم حبه وبأنهم موضع تقديره، ما يجذبهم في غمرة الألم إطلاقا. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيت النبي. والنبي يقول من كان له صبي فليتصاب له، إذا رجع للبيت حتى وإن كان متألم إذا عنده طفل خليه يتصاب إليه. شلون يتصاب؟ يلعبه يداعبه يضحك في وجهه. وخصوصا الاب اذا رجع مألوم ورجع متأثر، تأكد لك عندما يعطوه طفله ويأخذ طفله يسرع عنه كثير من الالم. يعني بمجرد ان ينظر الى طفله هالمنظر يمتص منه الالم، يمتص من عند الشعور بالاسى، لانه يشوف الطفولة البريئة، يشوف الطفولة الجميلة الخالية من العقد، الطفولة اللي تمثل البراءة تمثل فطرة الله. الإنسان إذا نظر إلى الطفل، الطفل يمتص منه الألم، الشعور بالألم. هذه العادة إذا رجع الإنسان مألوم متأثر يقدموا له طفلة، لأن الطفل مصدر من مصادر الرحمة. وشي مو الحديث النبوي يقول لولا بهائم رتع وشيوخ الركع وأطفال رضع لصببت عليكم البلاء صبا. الطفل الرضيع وهي البهيمة المسكينة الراكعة والشيخ الكبير الراكع اللي ما ظل من عمره إلا ساعات يقضيها مع الله عز وجل، هذول هم مصادر الرحمة، مصادر الرحمة للأرض، من جملتها الطفل الرضيع. الطفل الرضيع إذا وضع بين يدي أبيه يمتص من عند الألم. ويظهر ان الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم رادت تستعمل هالاسلوب مع الحسين. حسين رجع اخر رجعة، تلفت في مخيم الانصار وجدها خالية، تلفت في مخيم بني عبد المطلب وجدها خالية، تلفت يمينا وشمالا ما وجد احد، تكاتفت عليه الهموم والالام والاحزان، رجع الى الخيمة متألم مغمور بالألم. تلقته اخته الحوراء، ارادت ان تنفس عنه تمتص من عند الألم، جابت لرضيعة الطفل هذا ابو 6 اشهر جريا على هالعادة لعل الحسين يتسلى به. اخذه الحسين نظر في وجهه مليا ثم قال بني تعشا لقوم يكون غدا جدك رسول الله خصمهم، وحمله على يديه وهو يضطرب، اقبل به وقف امام القوم، قالهم مو من البطولة ولا من النبل ان تحرمون الطفل ابو 6 اشهر من ماء،
ويحكم إن خفتم أن أشرب من الماء خذوه بأيديكم واسقوه من الماء لقد جف ثدي أمه من اللبن. كثر المعسكر الألم بالمعسكر ما بيناتهم يعني تردد ما بينهم الاختلاف، واحد يقول اسقوه، واحد يقول إذا كان للكبار ذنب ما ذنب هذا، واحد قال لا الحقوه بأهله، كل واحد أبدى رأي. صاح عمر ابن سعد بحرملة ويحك اقطع نجاغهم، يقول شددت السهم رميت الطفل ذبحته من الوريد إلى الوريد. يقول الإمام الصادق كان طفل جدي الحسين بقماطه لما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح. قال لما صار الليل لما جن الليل قامت أخت الحسين بجمع العيال جمعت النساء بأجمعها فقدت الرباب، أقبلت تنادي رباب أين أنت، خرجت وإذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من عسكر عمر ابن سعد أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. قالت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين، ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وثدياي درتا علي. ويظهر هذه علامة عند الأمهات، إذا در عندها الثدي معناه رضيعها يطلب الرضاع اللبن. سيدتي صدري أوجعني وثدياي درتا علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل فيه بقايا حياة وأنا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا رجوى يا قبوك ما بعد العليات اخلاف حسين عيب قعد تحت ظل بيت يا ابني الكربل ابني عشان لا جيت يا ابني تموت يا ابني ما شربت الماي فلا بلغ الفطام فلا بلغ الفطام لكم رضيع.